السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. نكمل مع بعض تسجيلات مادة الأنف والأذن والحنجرة لطلبة سنة رابعة طب، ومع درس الـ non-suppurative otitis media. non-suppurative otitis media زي ما احنا عارفين احنا دلوقتي في الميدل اير، ميدل اير ديزيزز، في الانفلاماتوري ديزيزز اوف ذا ميدل اير. خلصنا suppurative inflammation of the middle ear، هنخش على non-suppurative inflammation of the middle ear. non-suppurative inflammation of the middle ear بيحتوي على مرضين مهمين جدا ويكاد يكون متشابهين شوية. المرضين بيبقى فيهم الطبلة مشفوطة لجوه نتيجة negative middle ear pressure، فلو الشفطة دي كانت ورا منها مية هتبقى اسمها secretory otitis media. secretory otitis media يعني الطبلة مشفوطة لجوه والميدل اير حصل فيها كولابس وفي ميه جوه الميدل اير، تبقى اسمها سكريتوري اوتيتس ميديا او اوتيتس ميديا وذ افيوجن. المرض الثاني بقى بتبقى الطبله مشفوطه لجوه بس مش شرط يكون في ميه، وهنتكلم عنه المره الجايه، اللي هو ادهيزيف او اتيليكتاتيك اوتيتس ميديا. تمام، السكريتوري اوتيتس ميديا يعني ميه جوه الطبله زي ما انتم شايفين. ادي منظر دياجرام مبسط للرايت اير، دي الاكسترنال اوديتري كانال، دي التمبانيك كافيتي كلها على بعضها، الاتيك اللي الجزء اللي فوق ده وده الميزو تمبانم، والجزء اللي تحت ده الهايبو تمبانم، والثلاثه على بعض اللي هم اللي يماثلوا التمبانيك كافيتي بتنتهي بالاستيكيان تيوب، بتفتح في النيزو فاركس. ورسم لك حاجه خضراء كده وكاتب عليها ادينويد، اللي هي الموست كومن كوز اوف بلوكج اوف ذا استيكيان تيوب. ورسم لك كمان في نفس الصوره دي بالمره تحس ان في ميه كده، هو عامله فلويد ليفل، فلويد ليفل سطح الماء. طبعا الماء لما يكون في الاماكن الضيقه من السيرفس تنشن بيعمل منظر المقعر ده، ماشي، سطح الماء مقعر وفي ميه موجوده وميوكس جوه الميدل اير، وكاتب لك على جنبها او ام اي. ايه الاو ام اي دي؟ ده الاختصار للاسم الثاني للسكريتوري اوتيتس ميديا، اللي هو اسم الثاني اوتيتس ميديا وذ فيوجن. ببساطه هو الرسمه دي بتشرح لك يعني ايه ديفينيشن وباثولوجي وجزء من الايتيولوجي بتاع السكريتوري اوتيتس ميديا. يعني الرسمه دي رسمه جميله فيها كل حاجه. فيها اول حاجه الديفينيشن، ايه بقى السكريتوري اوتيتس ميديا؟ احنا قلنا ان السكريتوري اوتيتس ميديا ببساطه ان في ميه خلف الطبله، ده اسمه المشهور في اللغه العاميه. لما يجي الام تيجي تكشف عن الدكتور يلاقي ابنك يا حاجه عنده ميه خلف الطبله، فالسكريتوري اوتيتس ميديا معناها ميه في الميدل اير، ماشي، يبقى presence of fluid in middle ear. بس لازما توضح حاجه في الفلويد دي ايه. انت خدت السبيورتيف اوتيتس ميديا، طب ما السبيورتيف ميديا اوتيتس ميديا دي عباره عن باس بيهايند ذا ميدل اير، يبقى عشان تبقى دقيق في كلامك تقول presence of non purulent او non infective fluid behind the tympanic membrane او في الميدل اير. هو ده تعريفه ببساطه جدا، بس تعريفها ايه؟ presence of non purulent fluid in the middle ear كليفت. وهو على فكره مش موجود في التمبانيك كافيتي بس، ده في ميدل اير كليفت كلها. يعني العينين اللي زي دول اللي احنا اهو شايف الميه في السكند تيوب وفي التمبانيك كافيتي، ولو دخلت في المصدود انتر ما هتلاقي فيه ميه وراها. الاسم بتاعه سكريتوري اوتيتس ميديا ده الاسم المشهور زمان، حاليا تم احلاله ب اوتيتس ميديا ويز افيوجن. ليه؟ لان كلمه الفرق بين سكريتوري اوتيتس ميديا واوتيتس ميديا ويز افيوجن هي كلمه سكريشن هنا وفيوجن هنا، صح؟ يعني هنا سكريتوري اوتيتس ميديا، هنا اوتيتس ميديا ويز افيوجن. الفرق بينهم ايه؟ او ام هنا او ام هنا، هنا سكريتوري هنا افيوجن، ماشي، يبقى هنا سكريتوري وهنا ايه؟ افيوجن. وبناء عليه الباثولوجي بتاعه هنقسمه لسكريتوري ولا افيوجن، والايتيولوجي هنقسمه لسكريتوري ولا افيوجن. شفت الموضوع سهل ازاي وجميل؟ الموضوع بسيط سهل خالص، يعني نشوف من الاسم بتاعه هنعرف التقسيمه بتاعته. هل هو هل الميه دي نتجت عن السكريشن اكتف سكريشن ولا هي مجرد افيوجن ترشيح اترشحت كده؟ عارف الواحد لما بيجيب فلتر بيبر كده اهو ويزق الميه بالبوزيتيف بريجر اجنست الفلتر بريجر، الميه تقعد ترشح من ورا الفلتر بيبر كده اهو. هي دي فكره الباثولوجي بتاعها ببساطه، ان في اتنين ميكانيزم للبتاع دي، لا اما اكتف سكريشن لا اما افيوجن. النظريه الاولانيه بتاعت الانفيوجن بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان حصل اوستيكيان تيوب بلوكج نتيجه ادينويد ولا اي مصيبه سوداء، ام حصل نيجاتيف بريجر في الميدل اير، عن الطبله اتشفطت، ماشي، هنا في نيجاتيف بريجر وفي ميه في الانترستيشال تيشو فلويد اندر نورمال بريجر، قامت الميه ترشحت من الانترستيشال تيشو، انترستيشال يعني ما بين السيلز، بالمجرد بالاسموزس وبالنيجاتيف بريجر حصل ترانسيوديشن
ماشي ترانسيوريشن نتيجة النيجاتيف بريشر، المية ترشحت وجمعت مية. هل المية اللي جت بالترانسيوريشن او بالإفيوجن هل المية دي فيها ميوكس؟ لا، بتبقى مية بس. فيبقى المية عاملة ازاي؟ سيرس فلويد فروم ميدل اير ميكوزا، لانها جاية سيمبلي باي ترانسيوريشن او الإفيوجن. وده الاسم اللي اصبح مشهور بالمرض ده لان لقوا ان دي الموست امبورتنت ثيوري. طيب النظريه الثانيه بتقول لك ايه؟ تقول لك لا، اي انفلاميشن في الميكوزا بيبقى معاه الميكوزا، يعني اي ميكوزا في الجسم لما بيحصل فيها انفلاميشن، كلمه ميكوزا دي يعني فيها جوبلت سيل، جوبلت سيلز يعني سيلز تقدر تطلع ميوكس، ولا ما كانتش يسموها ميكوزا؟ تمام ماشي تمام، يعني نورمال ميدل اير ميكوزا، نورمال ميدل اير ميكوزا ار كيوبويدال سيلز، وكانت اصلها كانت ريسبيراتوري ابيثيليال سيلز، يعني كانت كولامنر وفيها جوبلت سيل، كولامنر سيلز وجوبلت سيلز، ولكن نظرا لان السكيشن بتاع الميوكوس قل اصبحت الجوبلت سيل دي رودومنتري وتقريبا تكاد تكون مختفيه وصغيره خالص. فلما بيحصل انفلاميشن ترجع الميوكوزا السيل الموجوده في الميدل اير اللي هي ما كانتش سكريتوري وكانت نايمه وكانت خامله وان كان عندها القدره انها ترجع تاني، ترجع تاني تتحول لسكريتوري ابيثيليال. ماشي، انت عندك في الكتاب هنا كان مكتوب ميتابليزيا، صراحه انا قعدت اقلب في الكتب الثانيه، الكتاب القديم كان مكتوب فيه ميتابليزيا، لا هي مفروض ترانسفورميشن، هي بترجع لاصلها، هي اصلها اصلا كانت سكريتوري بس الجوبلت سيل كانت مختفيه تريسز كده ومختفيه، لما حصل اكتيف انفلاميشن استعادت قدرتها على السكريشن ورجعت تاني تعمل سكريشن ورجعت تطلع ميوكس ورجعت لاصلها زي ما بيقولوا مع الانفلاميشن، رجعت تاني اللي زي الريسبيراتوري بسيليوم وجوبلت سيل، بس رجعت لاصلها فرجعت تاني تعمل اكتيف سكريشن. يبقى دي النظريتين، النظريه بتقول انها مجرد ترانسيوديشن اوف سيرس فلويد، النظريه بتقول لك انها اكتيف سكريشن اوف ميوكس من جوبلت سيلز. دي الطريقتين بتاعتها، يعني يا اما تكون اكتيف سكريشن اوف ميوكس يا اما مجرد نيجاتيف بريشر جمعت سيرس فلويد. ماشي، وبناء عليه لو انا فتحت الطبله وشفطت الميه اثناء العمليه بنعمل كده، ساعات بنشفط مجرد ميه زي دي، ميه زي الميه القطره دي، مجرد سيرس فلويد سينسيرس فلويد، وساعات نيجي ندخل الشفاط نشفط تلاقي حته لمؤاخذه، عارف انت العيال لما بيقولوا جيوب انفيه ويقعد بالشهر كده مناخيره مزكمه ويطلع مخاط لزج كده برابير كده من نوع اللزج قوي 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 الفيري سيك دي، تطلع من ودنه حاجه كده ميوكس، كتله ميوكس سيك تكاد تكون حته جيلي او اسوء مش جيلي جيلاتين، تمام ماشي، حاجه كده سيك كده تمام تكون موجوده جوه الميدل اير، دي جلو اير زي المنظر ده بالظبط اللي هو جلو اير زي الصمغ، نتيجه فيري سيك ميوكس، ميوكس محبوس بقاله فتره طويله ماشي وجمع على بعضه بقى لزج ماشي ميوكس فيري سيك. طيب الاتيولوجي برضه في نظريتين، في نظريه سيمبل بتاعت السكند تيوب اوبستراكشن، السكند تيوب اوبستراكشن قفلت حصل نيجاتيف بريشر ترانسيوريشن، بس في ناس بيجي لها سكريتوري اوتيتس ميديا بغض النظر السكند تيوب بتاعته حلوه ولا لا، يعني ايه؟ يعني جاله اكيوت اتاك اوف اوتيتس ميديا عاديه زي اي واحد بيجي له اوتيتس ميديا. فاكرين السيكولي بتاعت الاكيوت سابيورتيف اوتيتس ميديا؟ مش احنا قلنا الاكيوت سابيورتيف اوتيتس ميديا قدامها حل حاجه من كذا احتمال، اما تخف تماما لا اما يفضل في ريزيدوال برفوريشن لا اما يفضل ريزيدوال ديفنس نتيجه فورميشن اوف سكريتوري اوتيتس ميديا، فاكرين؟ فممكن تكون سيكولي من اوتيتس ميديا عاديه وفضلت السكريتوري اوتيتس ميديا ماشي تمام، يعني unresolved inflammation of otitis media ماشي. ال unresolved inflammation دي ممكن تفسر لنا الثيوري الثانيه اهي، مش الثيوري الثانيه تقول inflammation حصل transformation، يبقى الثيوري الثانيه هينتج عنها النظريه الثانيه انها unresolved otitis media. والاولانيه السكند تيوب obstruction اهي، النظريه الاولانيه السكند تيوب obstruction هي الايتيولوجي الاولاني، الايتيولوجي الثاني unresolved inflammation مسؤول عن النظريه الثانيه ماشي خلاص كده اهو. طيب للسكند تيوب dysfunction ايه اللي قفل السكند تيوب؟ انا ما ذكرتش انا يا دكتور درس السكند تيوب، ما هو ما فيش عندك درس اسمه السكند تيوب، هي الباراجراف ده من الاخر هي الامراض اللي ممكن تضرب السكند تيوب. طب يا دكتور ما انا نسيتها، خلاص يا عم ما تزعلش، انت القاعده بتاعتنا ايه؟ لما تيجي اقول لك اسباب اي حاجه وانت ناسيها الحاجه دي ايه؟ مرض صح؟ واي مرض في الدنيا بنقسم ليه؟ لكونجينيتال تروماتيك انفلاماتري نيوبلاستيك ميسيلينياس، خلاص. يبقى لما اقول لك ايه اسباب السكند تيوب اوبستراكشن قول لي لا اما كونجينيتال لا اما تروماتيك لا اما انفلاماتري لا اما نيوبلاستيك لا اما ميسيلينيوس، بس شوف الموضوع سهل قوي ازاي، كونجينيتال تروماتيك انفلاماتري نيوبلاستيك ميسيلينيوس. اشهر حاجه عندك في الميسيلينيوس في النوز وفي اللاركس وفي الفاركس هي الالرجي او في النوز بالذات،
الالرجي نوع من انواع الانفلاميشن. بس احنا دايما في الانفلاميشن بنقعد نقول ايه انفكتيف ونان انفكتيف وكلام من ده. الالرجي ممكن تفصله كحاجه لوحدها في الميسيلينيس، ما تنساش الالرجي هنا الالرجي مهم جدا. فيبقى عندك كونجنتال تروما انفلاميشن يوبلازما الالرجي. وبعدين قصاد كل واحده بقى فكر معايا، كونجنتال انومالي اوف ذا سيكند تيوب. هما صراحه لعلمك ان السيكند تيوب يبقى واحد مولود بدون السيكند تيوب تقريبا حاجه نادره، وغالبا المولود من غير السيكند تيوب ده بيبقى اصلا مولود من غير ميدل اير، فمستحيل يجي له سيكريتوري اوتيتس ميدي. دايما السيكند تيوب ديسفانكشن كونجنتالي سببها ان عنده مشكله في الحته دي، فين؟ في فتحه السيكند تيوب. فتحه السيكند تيوب، السيكند تيوب بتفتح فين؟ في الباقه، فين؟ في النيزوفاركس. كان ورا منها في فولد كده ماسك فيه عضله، بتحركوا عضله. فاكرين العضله اللي بتفتح وتقفل السيكند تيوب كان اسمه ايه؟ تنسور بلاتاي والفيتر بلاتاي، صح مش كده؟ تنسور بلاتاي والفيتر بلاتاي هم اللي مسؤولين عن ايه؟ عن فتح السيكند تيوب. وكنا قلنا اهمهم مين؟ اهمهم التنسور بلاتاي. طب افرض واحد عنده كليفت بلات، هل التنسور بلاتاي دي هتشتغل؟ لا، يبقى ما عندوش العضله اللي بتفتح السيكند تيوب، يبقى تفضل السيكند تيوب مقفوله، يبقى عنده كونجنتال انومالي في السيكند تيوب. يبقى اي واحد عنده كليفت بلات والسيكند تيوب بتاعته هتبقى مقفوله، ادي اول حاجه. تروما، خدت انت درس الاوتيتيك بار تروما، ما دي انفلاميشن نتيجه تروما، صح مش كده؟ يبقى هي اوتيتيك بار تروما هي التروما اللي بتاثر على السيكند تيوب ويحصل فيها سيكند تيوب لوكج. فاكرين كلمه السيكند تيوب لوكج؟ انفلاميشن السيكند تيوب بتفتح في النيزوفاركس، يبقى اي انفلاميشن في النيزوفاركس هيقفل السيكند تيوب. وهنا بقى بتيجي الموست كومن كوز الادينويد. الادينويد اهي، الادينويد هي اهم سبب بتعمل انفلاميشن في السيكند تيوب، ماشي؟ ومش شرط يكون ادينويد، اي واحد جاله راينايتس ساينسايتس بتاع ممكن السيكند تيوب تقفل ساعه الانفلاميشن، ماشي تمام. طيب النيوبلازم اشهر سبب يقفل السيكند تيوب في اما واحده في الاولد ايج، او مش اشهر سبب، اهم سبب لازم تستبعده يقفل السيكند تيوب في اما واحده في اولد ايج يونيلاترال واولد ايج وعند السيكند تيوب مقفوله، لازم تستبعد حاجه اسمها نيزوفارينجيال كارسينوما. نيزوفارينجيال كارسينوما كانسر بيطلع في النيزوفاركس بيقفل السيكند تيوب على يما واحده. فنيزوفارينجيال تيومر ونيزوفارينجيال كانسر لازم تشخصها. الالرجي، الالرجي بيقفل ازاي؟ عن طريق الالرجيك راينايتس. مش الالرجي هيعمل، زي مش احنا قلنا اي راينايتس وساينسايتس هتقفل السيكند تيوب، بالذات الراينايتس خلاص. واحد عنده الرجيك راينايتس على طول عنده الحته دي انفليمد من الالرجي وفتحت السيكند تيوب انفليمد من الالرجي ما هتقفل. يبقى الالرجيك راينايتس ممكن تقفل عن طريق مجرد الالرجي بيعمل اديما في السيكند تيوب اورفيس فيقفل لك السيكند تيوب اورفيس. طيب ادي في النظريه من النظريات. طيب النظريه الثانيه ايه؟ النظريه الثانيه انفلاميشن حصل في الميدل اير وما خفش. طب ليه ما خفش الانفلاميشن؟ ما انت افتكر لما قلنا ما خفش العين ليه؟ لا اما ان ادكويت تريتمنت، لا اما ايه ان ادكويت درينج، فاكرين الحاجات دي؟ لا اما ايه هاي فيرولنس اورجانيزم، ماشي؟ انا هنا هحط لك حاجه مهمه قوي 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 قوي، ان هو ليه ما خفش؟ لانه عنده بريزيستنس اوف ذا بري ديسبوزنج فاكتور على رسوم الالرجي. ان افيشنت تريتمنت اند بريزيستنس اوف ذا كوز بري ديسبوزنج فاكتور على رسوم الالرجي، يعني على رسوم الالرجي واحد عنده الرجيك راينايتس والرجيك ساينسايتس، ماشي؟ هو الالرجي يعني ايه؟ يعني عنده حساسيه في كل الانسجه من ريحه التراب والجو والعفاره، والحساسيه دي تشمل الانف والجهاز التنفسي كله. هيشمل الانف بس ولا الانف والنيزوفاركس؟ هل النوز بس ولا النوز والنيزوفاركس؟ لا، النوز والنيزوفاركس كل الريسبيراتوري ابيثيليوم هيحصل لها الرجي. طب ما لو السكند تيوب فرع من المناخير والمفروض هي متغطيه بريسبيراتوري ابيثيليوم، يبقى هيحصل الرجي في السكند تيوب، فهتحصل الميكانيزم الثانيه. من كتر الالرجي الانفلاميشن الميوكس سيلز اللي موجوده في قلب الميدل اير الرودومنتري هتتكاثر وترجع تنشط ثاني وتطلع اكتف سكريشن اوف ميوكس من الالرجي. ودي النظريه الثانيه للسكريتوري اوتيتس ميديا، ان العيان عنده الرجي فاصبح في اكتف سكريشن جوه الميدل اير فحصل له انريزولفد او بيرزيستنت انفلاميشن اوف ذا ميدل اير، بيرزيستنت او انريزولفد انفلاميشن نتيجه انسفيشنت تريتمنت او بيرزيستنس بريسبوزنج فاكتور على رسوم الالرجي. وبناء عليه الالرجي ممكن يضرب لك السكريتوري اوتيتس ميديا بتو ميكانيزم، انه يعمل اكتف انفلاميشن في قلب الميدل اير ويطلع ميوكس، وهتقول ان يقفل لك السكند تيوب اورفيس بايه؟ بالالرجيك راينايتس والالرجيك نيزوفارنجيتس والحاجات دي، تمام؟ يبقى الالرجي ممكن يضرب لك الحاجات دي بحاجتين، عشان كده السكريتوري اوتيتس ميديا فيري فيري كومن في الاطفال اللي عندهم برونكيال ازمه وعندهم الرجي. الانسيدنس بتاعت السكريتوري اوتيتس ميديا، هل احنا بنتكلم في مرض كومن ولا مرض رير؟
السكريتوري اوتيتس ميديا او كرونيك نان سابيوراتيف اوتيتس ميديا از فيري كومن كومن في الدول الناميه والمتقدمه والجميع انواع الدول في العالم. تز فيري اتس فيري كومن ديزيز اند تز ذا موست كومن كوز اوف بايلاترال كوندكتيف هيرنج لوس ان تشيلدرن. طفل في المدرسه قاعد بليد زي الطفل اللي ورا ده مش سامع حاجه وتايه والعيال دول عاملين حلو ده قاعد في الهيلمان والباي باي ومسامع المدرسة وقعد ورا كمان ماشي ده قشطة. ده أشهر سبب ليه هو ليه ما بيسمعش المدرسة. أشهر سبب ليه إن عنده bilateral secretory otitis media the most common cause of bilateral conductive hearing loss in children. هو دايما المرض بتاع سن المدارس ده مرض بتاع المدارس لعدة أسباب. إن الأطفال في سن المدارس بيعندهم second tube dysfunction very common نتيجة إن دايما بيعندهم adenoid وعندهم مشاكل في النوز ومشاكل في second tube. السبب الثاني ان دايما الاطفال دول بيبقى عرضه ان هم بيقعدوا يقعدوا بعض ده يكح في وش ده وده يعطس في وش ده فيقعدوا ينقلوا لبعض الانفكشن فعلى طول طالعين من الانفكشن يخش في اوتيتس ميديا من نتيجه انفكشن يرجع يخش في اوتيتس ميديا ثاني وثالث ورابع كل شويه يجي له انفكشن. ففيري كومن ان بيجي في الشيلدرن ويجي دايما في المدارس وبيخلي الطفل مش قادر يسمع المدرسه. ده المرض بتاع المدارس بتاع الولد اللي قاعد ورا ومش سامع المدرسه ده هو المرض ده ماشي تمام ونسبته عاليه جدا ماشي. طيب هل ممكن السكريتوري اوتيتس ميديا تيجي يونيلاترال؟ ما هو كل الامراض اللي احنا قلناها دي لو تاخد بالك اهو بص كليفت بالات اوتيتيك باراتروما الفيرال بكتيريا كلها ما عدا النيزوفارينجال تيومر كل الامراض دي بتيجي في اليمتين صح. طب هل ممكن السكريتوري اوتيتس ميديا تيجي ابسولوتلي في يمه واحده واليمه الثانيه كومبليتلي نورمال؟ لو لقيت الموضوع ده في واحد كبير في السن لازم تستبعد النيزوفارينجال كارسينوما ولو لقيته في واحد صغير في السن لازم تستبعد حاجه اسمها كونجينيتال كوليستياتوما. طب ازاي كونجينيتال كوليستياتوما تعمل يونيلاترال سكريتوري اوتيتس ميديا؟ لان الكونجينيتال كوليستياتوما تطلع دايما في عند فتحه الاستيكان تيوب في الاول بتبتدي في الميدل اير في الميزوتمبانم انتيريوري فتقفل الاستيكان تيوب هيحصل سكريتوري اوتيتس ميديا قبل ما الكوليستياتوما تكبر ماشي. مش عليك الكلام ده قوي على فكره بس اللي يهمني قوي انت كطالب سنه رابعه هي السطر ده يونيلاترال سكريتوري اوتيتس ميديا ان ادلت كويري نيزوفارينجال كارسينوما ان ادلت اند اولد ايج بالذات ماشي. طيب نخش بقى على السيمتومز. المرض ده بيجي المريض بيشتكي من ايه؟ احنا المرض ده بيجي في الودان يبقى هيجي يشتكي من حاجه في ودانه وحاجه في ودانه يبقى لابين لا ديفنس لا تينيتس لا ديشارج. القاعده بتاعتنا اربع سيمتومز هنختار بينهم. هل ينفع هنا بين؟ لا. ليه؟ لان ده كرونيك ديزيز وكمان نان بورلنت يبقى مفيش بين. هل ينفع ديشارج؟ ديشارج ازاي؟ طبله سليمه طبله سليمه اهي انتاكت تمبانيك ممبرين يبقى المايه دي كلها خلف الطبله يبقى مفيش ميه قدام الطبله يبقى مفيش اي ديشارج خلاص يبقى ما تبقاش عندك غير الديفنس والتينتس. يبقى المرض ده هيجي بريزنتد باي ايه؟ ديفنس وتينتس لا مفيش لا بين ولا ديشارج. الديفنس هي المين سيمتومز عشان كده بقى هنقعد نرغي فيها نرغي فيها نقول ايه مش ديزيز هنقول ذا موست كومن هنقول السطر ده كومنست كوز اوف بايلاترال كوندكتيف هيرنج لوس ان شيلدرن هو الموست كومن في الشيلدرن ودايما بيبقى ذا مين سيمتومز ودايما طالما حاجه في المدرسه يبقى مش معقوله. طبعا عمرك ما شفت طالب يروح لامه يقول انا مش سامع المدرسه ده مصلحه فدايما الام هي اللي بتكتشف او المدرسه اللي بتكتشف والطفل ما بيكتشفش ما بيقولش حاجه ماشي. ودايما بيرزيستنس لكن لو الطفل مركز قوي قوي هيقول لك ايه؟ هيقول لك انا يا دكتور لما اجي اعمل راسي كده اهو وانام على ودن الودن اللي فوق دي تمام اسمع بيها كويس لما اجي اعجز الودن اللي تحت ما اسمعش بيها والودن اللي فوق اسمع بيها. قال لا يعني هي ممكن تكون في لاكتوانت اكوردنج تو ويت بوزيشن وهو يجوالي بايلاترال زي ما قلنا هنقول السطر ده اللي هو كومنست كوز اوف بايلاترال كونلاكتيف هيرنج لوس شيلدرن. ميبي يونيلاترال او ميبي يونيلاترال ازاي يونيلاترال؟ لو عنده نيزوفرينجال تيومر او كونجنتال كوليستوم ماشي. طيب ده بالنسبه للمين سيمتومز. التينيتس برضو التينيتس دي عشان طفل يقول لك انا عندي تينيتس صعبه هي دايما في الادلت بيوصف بالظبط بيوصف بالظبط يقول لك انا حاسس ان الميه في ودني يقول لك انا لما ازاي راسي كده بحس ان في ميه بتهتز جوه ودني فبيحس بابلنج نويز اور سنسيشن اوف فلويد ذا اير. بس هو بيقول لك المرض مريض الادلت بيوصف نفسه بالظبط يقول لك انا في ميه جوه ودني. الساينز ده المنظر اللي انت هتشوفه الاول. ايه المنظر اللي انا حاططه لك هنا ده؟ ده منظر النورمال تمبانيك ممبرين. طب انا حاططه لك ليه؟ حاططه لك للذكرى. شايف منظر الهاندرف ميليس الطبيعيه؟ شايف منظر الكونو فلات في طبيعي؟ شايف منظر الطبله وهي مش ريتراكتد؟
ماشي. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل في لما يجي لك بالمنظر ده، لما يجي لك بالمنظر ده، لما يجي لك بالمنظر ده، سواء المنظر ده او المنظر ده او المنظر ده، كلهم بيشتركوا في حاجه واحده. ايه هي اول حاجه في اللي هو ايه؟ اول حاجه ريتراكتد تمبانيك ممبرين. الثلاثه دول سواء ده او ده او ده ريتراكتد تمبانيك ممبرين. ايه هي الساينز اوف ريتراكتد تمبانيك ممبرين؟ راجعها مع بعض كده. اول حاجه الهاندل اوف ميليس، لو تفتكروا بدل ما هي واقفه كده اهو تخش لجوه شويه كده اهو، فيتهيالك انها اسرت زي ما انت شايف في الويب كام اهي، في الكاميرا اهي الهاندل اوف ميليس كانت واقفه طويله اهي، لما عملت لها دخلتها لجوه ايه اللي حصل؟ حسيت ان صبعي قصر صح؟ اسمها فور شورتنينج هاندل اوف ميليس. هاندل اوف ميليس بدل ما كانت واقفه كده دخلت لجوه كده فحصل لها فور شورتنينج. دي اول حاجه. تاني حاجه البروميننس لاترال بروسيس، اللاترال بروسيس بقى ظاهر. تاني حاجه البروميننس انتيرور اند بوستيرور ميليولار فولد، ده البوستيرور ميليولار فولد، بوستيرور ميليولار فولد، بوستيرور ميليولار فولد بقى واضح. شايف هنا بوستيرور ميليولار فولد مش واضح. تالت حاجه ديستربد كونو فلايت، شايف كونو فلايت وكونو فلايت وكونو فلايت، هنا هنا كونو فلايت واضح شويه زي ما انت شايف. هنا في نور منعكس هنا ونور منعكس هنا، هنا في نور منعكس هنا ونور منعكس هنا، هنا في نور منعكس هنا وهنا في نور منعكس هنا وهنا وهنا، هنا نور منعكس هنا فقط. ماشي تمام ماشي. اخر حاجه لما تيجي تستخدم السيجل سبيكولم هنا هتلاقي الطبله بتتحرك معاك، هنا الطبله في جميع الثلاثه دول الطبله ما بتتحركش. دول الساينز اوف ريتراكتد تمبانيك ميمبرين. تاني حاجه هتشوفها ايه؟ لما تشوف المنظر المميز ده، شايفين المنظر المقعر ده، تحس ان فيه غازات وفقاقيع وهير بابلز وفلويد ليفل هير لاين جوه ورا الطبله. ده منظر كلاسيك انك تشوف فقاقيع وتشوف ميه وتشوف منظر الهير لاين خلف الطبله. طبعا انت شايفهم دي الفقاقيع الهواء، واللي انت شايفه الباقي ده الميه. ماشي. ممكن تظهر لك الميه في شكل مصفر شويه كده اهو، مدي على اصفر شويه، وممكن بتدي على ازرق شويه. ماشي. والصراحه الصوره دي والصوره دي هم والذات اللي تحت دي هي اشهر صوره بتشوف فيها السكريتوري تايتس ميديا، هو المنظر ده. ما ننساش ان من ضمن وسائل الفحص انك تشوف التمبانيك ممبرين موبيليتي، مهم جدا التمبانيك ممبرين موبيليتي. ولعلمك لعلمك الريسنت جايد لاين بتقول لك ان ادق طريقه تشخص بيها السكريتوري تايتس ميديا هو التمبانيك ممبرين موبيليتي، اهم حاجه على فكره هي التمبانيك ممبرين موبيليتي. فزي ما احنا قلنا الكلام الجديد بيقول ان الامبيرد موبيليتي في التمبانيك ممبرين اهم ساينز في ايه، واهم حاجه تشخص بيها المرض ده. ما ننساش ان احنا في العياده بالذات في الادلت ممكن تكشف ان عنده هيرنج لوس باستخدام الشوكه الرنانه. شوكه الرنانه ممكن تعرف ان عنده كونداكتيف هيرنج لوس، بالذات في الادلت ممكن تقدر تعرف ان عنده كونداكتيف هيرنج لوس من غير ما تبعته لمركز سمعيات. الانفستيجيشن احنا قلناها اول حاجه مركز سمعيات، هي فعلا اهم حاجه مركز السمعيات، اهم حاجه الفانكشنال انفستيجيشن اللي هي انك توديه مركز سمعيات يعمل له اختبار سمع وضغط اذن وسطى، حاجه اسمها بيورتون اوديومتري وتمبانومتري. دول اهم انفستيجيشنز هي الفانكشنال انفستيجيشن. طيب الانفستيجيشن الكلاسيك العاديه اللي هي الاشعه والمعمل ليها دور هنا؟ ليها دور، بس دورها ايه؟ الاشعه تحديدا ليها دور طبعا، المعمل ما فيش معمل هنا. الاشعه هنا ليها دور، دورها في ايه؟ دورها في انك تشوف الكوز، مش انك تشوف المرض. المرض نفسه ملوش اشعه، السكريتوري تايتس ميديا ملوش اشعه، وان كان على فكره وبيبان في سيتي سكان بالمناسبه. يعني لو عملت له سيتي سكان ماشي هيبين السكريتوري تايتس ميديا، بس طبعا احنا عمرنا ما ندخل طفل عنده 6 سنين يعمل سيتي سكان عشان اشخص السكريتوري تايتس ميديا، حرام، مش من ضمن الانفستيجيشن. امال انت بتعمل له ايمجنج ليه؟ بعمل له ايمجنج عشان اشوف الكوز، اشوف عنده ايه هي ايه الكوز تحديدا؟ الادينويد، اعمل له ايمجنج عشان الادينويد. يبقى الانفستيجيشن بتاعتنا لا اما اختبار سمع بيورتون اوديومتري، لا اما تمبانومتري، لا اما انفستيجيشن اوف ذا كوز عن طريق الايمجنج واللي هي اكس راي نيزوفاركس عشان اشوف الادينويد. وان كانت الادينويد على فكره بتتشخص بالنيزوفارنجوسكوب احسن، الادينويد بتتشخص بالنيزوفارنجوسكوب احسن بالفحص بالانف بالمنظار. اشخص ادينويد، اخش بالمنظار واشوف المناخير اشوف الادينويد، احسن طريقه انك تشخص بيها الادينويد. وهتاخد الكلام ده في درس الادينويد. نرجع للايه؟ للفانكشنال انفستيجيشن. هتعمل له حاجه اسمها اختبار سمع وتمبانوجرام. مكتوب هنا عندك ستابيليا ريفلكس، بس ستابيليا ريفلكس ده تبع التمبانوجرام، وان كان صراحه هو تكمله ليه. ماشي، ان دايما تكمله للتمبانوجرام، يعني نفس الجهاز اللي بيعمل تمبانوجرام بيعمل ستابيليا ريفلكس، فاعمل ستابيليا ريفلكس بالمره. هو ببساطة 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 افتكر الطفل اللي بيبقى عنده تمبان عنده سكريتوري وتايتس ميديا نوع التمبانوجرام فلات كيرف. دي مهمة قوي قوي تعرفها. فلات كيرف ليه اسم تاني؟ اسمه تايب بي، تايب بي تمبانوجرام. مهم قوي اكتب جنبها تايب بي، دي معروفة ودي مهمة جدا جدا لازم تعرفها. اللي هي منظر الكيرف بتاعه بيبقى فلات كيرف زي ما انتم شايفين كده اهو، مش منظر الكيرف الكاركترستيك اللي بيبقى ايه تايب ايه كيرف، اسمه تايب ايه اللي هو عامل زي حرف الايه واقف كده اهو، ولو بيك موجوده جوه المربع ده اللي هو داخل حدود المربع ده، في بيك قمه الايه كيرف طالع كده اهو عند النقطه دي ويرجع ينزل تاني، والنقطه دي دايما تبقى عند ضغط صفر. ماشي تمام. ده النورمال تمبانوجرام. هنا بيبقى التمبانوجرام فلات كيرف،
وقلنا تفسيرها ايه؟ تفسيرها ان الطبله ما بتتحركش، ما فيش كومبلاينس. ليه؟ لان في ميه خلف الطبله. ونفس النظريه، بما ان الطبله ما بتتحركش وما فيش كومبلاينس، يبقى ازاي هشوف الايفكت بتاع كونتراكشن اوف سبيديس ماسل؟ يعني انا مديله صوت عالي ويحصل استابيديال ماسل كونتراكشن، هتعرف منين ان حصل استابيديال ماسل كونتراكشن؟ مش هتلاقي تفسير الاستابيديال ماسل كونتراكشن على الطبله، لان الطبله اصلا ما بتتحركش. ما هو الاستابيديال ريفلكس يعني ايه؟ يعني انك تلقط تاثير الاستابيديال ماسل كونتراكشن في الاصوات العاليه على الكومبلاينس، على حركه الطبله. طب ما هي اصلا الطبله ما بتتحركش، فما فيش استابيديال ريفلكس اصلا. ماشي. وان كان الاستابيديال ماسل بيحصل لها كونتراكشن على الاصوات العاليه، بس انا مش شايفه، مش قادر اقيسه، فيطلع الاستابيديال ريفلكس ابسنت. ماشي. واحنا قلنا اي كونداكتيف هيرنج لوس يبقى معاه الاستابيديال ريفلكس ابسنت، بناء على النظريه دي ان انت مش هتعرف تقيسه اصلا. ماشي. تمام. ده بالنسبه للتمبانوجرام. وبالنسبه للبيورتون اوديومتري، ده عيان عنده كونداكتيف هيرنج لوس، بيبقى في حاجه اسمها اير بون جاب. يعني اير بون جاب يعني الخط اللي فوق ده خط البون كونداكشن، والخط اللي تحت ده اير كونداكشن، وفي بينهما فاصل نتيجه الاير بون جاب. قلنا الكلام ده كله في الاوديولوجي، راجع الاوديولوجي لو تفتكر. نخش بقى على التريتمنت. بقى التريتمنت هتعالجه ازاي؟ كتير جدا تسمع عن اسم العمليه بتاعت السكريتوري اوتيتس ميديا. كتير جدا لو حد من قرايبك يقول لك ده الدكتور ركب له انابيب في ودنه، الواد جاله ارتشاح خلف طبله الاذن وراح للدكتور عمل له عمليه وحط له انابيب في ودنه علشان خاطر الارتشاح خلف الطبله. العمليه دي على فكره مشهوره. ماشي. يبقى علاجه ايه؟ عمليه على طول كده؟ لا طبعا مش على طول كده. هو في حد من دخل عملت على طول؟ لازم تجرب معاه كونزرفتيف تريتمنت. ايه بقى الكونزرفتيف تريتمنت الاول؟ الكونزرفتيف تريتمنت هنا لازم نتجرب على فكره لمده 3 شهور في الحالات الكلاسيك. يعني اي واحد من الحالات دي لو حاله كلاسيك بتجرب مع العلاج 3 شهور. الريسنت جايد لاينز لازم تصبر 3 شهور قبل ما تاخد قرار عمليه. طيب الثلاث شهور دول هعمل فيهم ايه؟ اعمل ايه؟ ادي يا عم ميكوليتك، وفي ناس قالوا ادي كورتيكوسترويد. ماشي. لوكال، وفي ناس قالوا ادي مثلا نزل دي كونجستنت، ودي سلايم بريبريشن فور ذا نوز. على فكره اهم حاجه في الادويه مش الانتي بايوتيك، سوري اشرب على الانتي بايوتيك، اهم حاجه الكورتيكوسترويد والميكوليتك. واهم حاجه على فكره بقى الميكوليتك، يعني الجايد لاينز اللي بتقول ان اهم حاجه ممكن تجيب نتيجه هي الميكوليتك. ما انت ما ينفعش تديله كورتيكوسترويد على طول. ماشي. وان كانت الكورتيكوسترويد علاجها علاج السحر، يعني الكورتيزون بيعالج السكريتوري اوتيتس ميديا زي السحر، لان هو بيعالج الالرجي، والالرجي احنا قلنا بيأثر على السكريتوري اوتيتس ميديا بنظريتين. فلما بتدي له كورتيزون انت كده ضربت التو ميكانيزم بتوع السكريتوري اوتيتس ميديا. تمام. انما الميكوليتيك بيشتغل على ميكانيزم واحده. ماشي. وفي ناس قالوا ما تيجي نجرب العلاج الطبيعي. يعني ايه العلاج الطبيعي؟ يعني نفتح له السكند تيوب بالايه؟ بالطرق الطبيعيه. ايه هي الطرق الطبيعيه؟ اللي هي حاجه اسمها اوتو انفليشن اوف ذا سكند تيوب. ازاي يعني؟ قال لك ان انا ادي الواد اقول له كل يوم امضغ 3 لبنات الصبح وثلاث لبنات الظهر وثلاث لبنات بالليل، او امضغ لبان 3 مرات في اليوم زي العلاج كده، قرص 3 مرات، خد لبانه 3 مرات، امضغ لبان على طول 3 مرات. ليه؟ مضغ اللبان بيحرك البلات المصل، البلات المصل لما بتتحرك السكند تيوب تفتح، يوم ربنا يكرمنا وتخف. او انك كل شويه تعمل فالزالفا مانوفر. ايه فالزالفا مانوفر؟ تعمل بالونه في بقك كده وانت قافل مناخيرك وتزق الهواء على السكند تيوب بالعافيه اجريسيف. اهي ده منظر الفالزالفا مانوفر. شايف الطفل ده بيعمل ايه؟ بينفخ بالونه. بس خلي بالك من حاجه، ركز في النقطه دي، هو بينفخ بالونه ومناخيره مقفوله. ليه؟ لو نفخ بالونه من غير ما يقفل مناخيره ولا ليه اي فايده. ليه؟ انت الانسان الطبيعي لما يجي ينفخ بالونه كده اهو ومناخيره مقفوله، انت عارف اللي مناخيره مفتوحه اوتوماتيك علشان يعرف يعزل الهواء في بقه ويزقه بالعافيه بلد بيطلع لفوق ويعمل سيلينج، يعمل سيلينج يفصل النوز على الماوس، وسترونج سيلينج. فلما يفصل النوز على الماوس هو فصل النيزوفاركس عن البق، فبالتالي كل النفخ بتاعه هيخش على ايه؟ على البالونه من غير ما يعدي على السكند تيوب. يبقى انت ما استفدتش حاجه. فعشان تاخد فايده هتلغي السيلينج بتاع البلد عن طريق انك تعتمد على السيلينج بتاعت النوز من بره. جرب اعملها كده اهو، اقفل اعمل بنشج للمناخير واعمل بالونه في بقك، مش لازم تجيب بالونه، واعمل بالونه في بقك وفخها كده، هتلاقي ان البالونه اللي في بقك دي بعد شويه الضغط بتاعها راح للسكند تيوب وراح للاير. ليه؟ لان انت دلوقتي الضغط اللي جوه خدودك دي راح للنوز. ماشي. ولقى السكه هنا من النوز مسدوده بايدك، بايدك، فراح ما لقاش سكه يروح منها غير السكند تيوب. مهم قوي البلزلفا منوفر دي انها تتعمل والمناخير مقفوله بالايد. ماشي. وفي بلالين فعلا من الناس بيقولوا للاطفال ادي الام ادي له بالونه، بس بالونه مش قويه قوي عشان لو حزق جامد قوي ممكن الطبله تتخرم، فتدي له بالونه رقيقه كده بتتنفخ بسهوله قوي. ماشي. وخليه ينفخ بالونه وهو قافل ايه مناخيره بايده. ماشي. نرجع تاني لموضوعنا.
اللي هو لو فشل العلاج الكونزرفتيف لمده 3 شهور ساعتها هتعمل له العمليه. ايه هي العمليه؟ اللي هي العمليه اللي احنا سالناها يا دكتور، هنعمل ايه؟ هنعمل تهويه للاذن الوسطى، هنفتح الطبله ونشفط الميه ونركب انابيب اللي انت حكيت لي عليها دي. العمليه دي اسمها مايرنجوتومي اند فنتليشن تيوب انسيرشن، هقولها دلوقتي. بس ما تنساش يا دكتور اللي عنده داخل عمليات، لو عملت له مايرنجوتومي بس وفنتليشن تيوب انسيرشن يبقى انت لما مؤاخذه ضررت الطفل. الطفل ده عنده ادينويد، ماشي؟ عنده ادينويد غالبا 99% من الاطفال عندهم سكريتوري تيست ميديا عندهم ادينويد، لازم تعمل له ادينويدكتومي. لازم تعمل له ادينويدكتومي حتى لو صغيره اعملها له، لان الادينويد هي المين ريسك فاكتور، هي المين بريديسبوزنج فاكتور، فغالبا هتعمل ادينويدكتومي. بالذات في الاطفال غالبا هتعمل ادينويدكتومي. يبقى الادينويدكتومي في الاطفال دول بتتعمل، لازم تتعمل تقريبا في كل الحالات. ليه؟ لان الادينويد موجوده بنسبه كبيره جدا جدا جدا. دي بالنسبه للادينويدكتومي. خش بقى العمليه السبيسيفيك اللي هعملها لودنه اللي هي اسمها ايه؟ مايرنجوتومي اند فنتليشن تيوب انسرشن او بريجر ايكوالايزيشن تيوب انسرشن. اهي مايرنجوتومي اند انسرشن اوف بريجر ايكوالايزيشن تيوب او فنتليشن تيوب. طب يا دكتور هي اسمها بريجر ايكوالايزيشن تيوب ولا فنتليشن تيوب؟ تعال الاول قبل ما نخش في اسمها نوصل اشرح لك العمليه دي عباره عن ايه. ادي منظر طبله الاذن بتاعت الودن الشمال، ماشي؟ عرفت منين ودنها الشمال؟ لان الهاند اوف ميليس بصه لورا اهي، يبقى ده بوستيرور انتيرور سوبيرور انفيرور، يبقى دي ودن شمال. ايه المنظر ده بقى؟ لقيت راكبه فيها انبوبه خضراء. ايه اللي حصل؟ مين اللي راكب انبوبه خضراء؟ الدكتور عمل ايه؟ الدكتور جاب المشرط بتاعه وعمل شق في الطبله طوله حوالي 3 ملم، 3 ده 3 ملم شق كده اهو، بالمايرنجوتومي نايف بالسكينه حاميه عشان يبقى الفتحه دقيقه وطولها 3 ملي، وراح جاب شفاطه صغنونه خالص وشفط الميوكس من خلال الفتحه دي، فشال كل الميوكس، ما عادش في ميوكس جوه الميدل اير، والعين خف. دي اول خطوه، المايرنجوتومي وسكشن اوف ذا ميوكس، تلاقي الطبله رجعت لمكانها واصبح الميدل اير فيها هواء. ولو افترضنا جدلا ان الواد صاحي هتساله عن سمعك اخباره ايه دلوقتي، ساعتها يقول لك انا زي الفل، لان الفتحه ال 3 مللي دي على فكره فتحه صغيره خالص عمرها ما تاثر على الموبيلتي في السمارك ممبرين. فمجرد انك تعمل مايرنجوتومي وتشفط الميوكس العين تخف كده وبقى بيسمع. طب ليه بقى بتركب الانبوبه دي بقى؟ ليه بتركب الشباك ده بقى؟ ما خلاص، مش انت فتحت الطبله وشفطت الميه اللي خلف الطبله والطبله رجعت سليمه والفتحه الصغيره دي هتلم؟ على فكره الفتحه دي بتلم خلال يوم، خلال يوم، لان دي سيرجيكال ووند وفيري سين ووند، ووند صغير خالص رفيع كده، خلال يوم هيكون لحم. طيب خلاص والميه اتشفطت، انت زعلان ليه؟ ما الواد هيخف. قال لك لا، انا لو ما ركبتش الانبوبه دي تاني يوم الووند هيلحم، تالت يوم الميه ترجع تتجمع تاني خلف الطبله وكاني ما عملتش حاجه. ليه؟ لانك ما عالجتش الاستيكيان تيوب، لا زالت الاستيكيان تيوب بايظه. فبالتالي ما عملت، هيرجع تاني النيجاتيف بريشر هتتكون تاني، وهترجع تاني الميه تتكون تاني، تمام؟ هترجع تمارك كافيتي تعمل نيجاتيف بريشر تاني وتجمع ميه تاني. فالحل ايه بقى؟ الحل ان انا احافظ على البريشر جوه الميدل اير، جوه الميدل اير احافظ عليه يساوي البريشر جوه الاكسترنال اير، يعني اقوم بوظيفه وظيفه السكند تيوب. يبقى الحل ان انا اعملها ازاي؟ عن طريق ان انا اركب انبوبه تشتغل بنفس وظيفه السكند تيوب، يعني اركب تيوب تقوم بنفس وظيفه السكند تيوب، يبقى اركب تيوب صناعيه بدل السكند تيوب الطبيعيه اللي ربنا خلقها. ببساطه ايه وظيفه السكند تيوب؟ بريشر ايكوالايزيشن، دي الوظيفه الرئيسيه بتاعتها، انها بتعادل الضغط. يبقى التيوب دي اسمها بريشر ايكوالايزيشن تيوب. في وظيفه ثانيه للسكند تيوب، انها بتعمل فنتليشن للميدل اير، الهواء بيخش من خلال السكند تيوب وبيعمل فنتليشن للميدل اير. طيب ما يبقى دي اسمها فنتليشن تيوب، لانها بتعمل فنتليشن للميدل اير، وبرضه هتعمل درينج لو حصل سكريشن جديده والسكند تيوب ما قدرتش تعملها درينج، ممكن يحصل لها درينج من خلال التيوب. فلو حصل سكريشن جديده اتكونت، لان لازال برضه جوبلت سيلز ما ماتتش، ما رجعتش تاني لطبيعتها، لسه الجوبلت سيل اكتف وعماله تطلع ميوكس، الميوكس اللي هتطلعه هيرجع تاني يخرج من هنا، فبيحصل حاجه اسمها بوست اوبرتيف اوتوريه، يعني الميوكس بيطلع من العمليه لحد ما تنشف الودن ويبقى ما فيش فيها ميوكس خالص. فيبقى هي التيوب دي عملت كذا وظيفه، اول حاجه عملت بريجر ايكوالايزيشن، عملت فنتليشن، عملت درينج، يبقى عملت ثلاث وظائف، عملت بريجر ايكوالايزيشن عدلت الضغط زيها زي السكند تيوب، عملت فنتليشن زيها زي السكند تيوب، عملت درينج زيها زي السكند تيوب. طب ان هي اهم وظيفه من الثلاثه دول هي البريجر ايكوالايزيشن، عشان كده الاسم الحديث بتاعها اسمها بريجر ايكوالايزيشن تيوب. طب المنظر اللي انت شفته ده منظر الجروم تيوب، في طريقه ثانيه اسمها تي تيوب. ايه تي تيوب دي؟ شايفين الانبوبه دي؟
الجزء ده المفروش ده بيبقى جوه الميدل اير، والجزء ده بيبقى طالع من الخرم اللي في الطبله طالع في الاكسترنال اير. طب ايه فرق التي تيوب دي عن الجرومت تيوب دي؟ الجرومت تيوب دي الجسم بيقدر يطردها لوحده بعد تقريبا 3 شهور لوحده، وانس ان السكر تيوب خفت ورجعت نورمال التيوب دي ما عادتش ليها لازمه، ماشي ما بقاش ليها لازمه، اي حاجه ما لهاش لازمه في الجسم الجسم بيطردها، فبيحصل لها ايه؟ اكسترايزيشن، الجسم بيطردها زي اي فورم بودي ماشي، بس بشرط السكن تيوب ترجع طبيعتها. اما النوع ده اللي هو تي تيوب مستحيل الجسم مش هيقدر يطرده، ليه؟ لان الفلانكس بتاعتها شايفين اسمها الفلانكس، الفلانكس بتاعتها كبيره قوي ومدفونه جوه الميدل اير، الجسم هيطردها ازاي؟ مش هيقدر. انما هنا شايفين الفلانكس بتاعتها صغيره ازاي؟ فدي بتطرد بسهوله، انما دي مستحيل الجسم يطردها، تمام؟ ماشي مش هيقدر يطردها، فبالتالي دي بريزستنت تيوب او اسمها تي تيوب، اما جرومت تيوب اسمها تمبراري تيوب. ده بالنسبه لدرس السكريتوري تاتس ميديا، هنقول درس الاديزيف تاتس ميديا لوحده في تسجيل لوحده المره الجايه. ونكمل مع بعض النون سابيوريتيف اوتيتس ميديا. زي ما احنا قلنا النون سابيوريتيف اوتيتس ميديا حاجه من الاثنين، لا اما سكريتوري اوتيتس ميديا لا اما ادهيزيف اوتيتس ميديا. ببساطه كده النون سابيوريتيف اوتيتس ميديا يعني الميدل اير فيها نيجاتيف بريشر شد الطبله لجوه، واصبح جوه الميدل اير حاجه من الاثنين، لو فيها ميه تبقى اسمها سكريتوري اوتيتس ميديا، لو فيها فايبرس تيشو شد الطبله تبقى اسمها ادهيزيف اوتيتس ميديا. يعني الميدل اير لو في بس بقت سابيوريتيف اوتيتس ميديا، لو في ميه بقت سكريتوري اوتيتس ميديا، لو في فايبرس تيشو بقت ادهيزيف اوتيتس ميديا. ببساطه كده ده الدرس اللي هنتكلم عنه النهارده، اللي هو الميدل اير فيها فايبرس تيشو او ادهيزيف اوتيتس ميديا. شفت الدرس ببساطه ازاي كده اهو؟ عرفت احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ احنا موقعنا في ايه بالظبط؟ احنا اتكلمنا على سابيوريتيف اوتيتس ميديا قلنا معناها بس في الميدل اير، وبعدين خدنا النون سابيوريتيف اوتيتس ميديا قلنا لو ميه في الميدل اير بقت سكريتوري اوتيتس ميديا. دلوقتي النهارده هنتكلم عن فايبرس تيشو في الميدل اير اسمها ادهيزيف اوتيتس ميديا. طيب ده بالنسبه لايه يعني ايه ادهيزيف اوتيتس ميديا؟ طب قبل ما اتكلم عنها اتكلم عن سببها ايه؟ طبعا هنا ايتيولوجي مش ديفينيشن، مش بقولك في الكتاب ديفينيشن، لا ايتيولوجي ايتيولوجي. الادهيزيف اوتيتس ميديا بتحصل ليه؟ بتحصل حاجه من الاثنين، لا اما سيكولي من السيكولي بتاعت السابيوريتيف اوتيتس ميديا. فاكرين السابيوريتيف اوتيتس ميديا لما اتكلمنا على السيكولي بتاعتها اللي هي مصيرها؟ قلنا مصيرها حاجه من الاثنين، لا اما يحصل كومبليت ريزوليوشن لا اما انكومبليت ريزوليوشن. انكومبليت ريزوليوشن نتيجه ان اديك والتريتمنت، فاكرين الكلام ده؟ فالسابيوريتيف اوتيتس ميديا لو ان اديك والتريتمنت واحده من السيكولي بتاعتها ان ايه يحصل انكومبليت ريزوليوشن وينتج عنها ادهيزيف اوتيتس ميديا. فاكرين الكلام ده؟ تمام. طيب السؤال بقى، هل ممكن السكريتوري اوتيتس ميديا اللي هي النون سابيوريتيف سكريتوري اوتيتس ميديا اوتيتس ميديا اوز فيوجن، هل ممكن تقلب على ادهيزيف اوتيتس ميديا؟ يعني هل ممكن الميه اللي ورا الطبله دي تختفي او تحل محلها فايبرس تيشو؟ اه ممكن النون سابيوريتيف اوتيتس ميديا تبقى مجرد ستيج، وبعد شويه الميه اللي هو خلف الطبله دي تختفي والجسم يحل محلها فايبرس تيشو. ممكن. فقال لك الادهيزيف اوتيتس ميديا يا اما فولونج سابيوريتيف اوتيتس ميديا يا اما النون سابيوريتيف اوتيتس ميديا. الباثولوجي اللي بيحصل في المرض ده، ما انت لسه قايل يا دكتور ادهيزيف اوتيتس ميديا يعني فايبرس تيشو موجوده في الميدل اير. بس قبل ما نخش في مرحله الادهيزيف اوتيتس ميديا في حاجتين كده بيحصلوا مع الادهيزيف اوتيتس ميديا، تو باثولوجيكال تيرم كده، مصطلحين بيحصلوا ممكن تعتبرهم ستيجز قبل الادهيزيف اوتيتس ميديا ما بتحصل، بيحصل الحاجتين دول، وممكن تعتبرهم مراحل او ممكن تعتبرهم اسوشيشن. يعني الناس اللي عندهم ادهيزيف اوتيتس ميديا بيصاحب ليهم الحاجتين دول. ايه هم الحاجتين دول؟ اول حاجه الميرينجوسكلوروزيس. ميرينجوس كلوريدس معناها ايه؟ شايفين الطبله دي؟ طب دي طبله الودن الشمال، ادي الهاندل اوف ميليس الباص لورا، يبقى دي الودن الشمال. الطبله هنا عامله ازاي؟ فيها لون ابيض غريب كده، وواضح ان اللون ده صار في السب ميكوزال سبيس، في السب ميكوزال سبيس، تمام؟ يعني ايه؟ يعني من الاخر كده في الفايبرس لير. مش احنا قلنا التمبانيك ميمبرين عباره عن سكين، فايبرس لير ميكوزا. هنا بقى في الفايبرس لير، ايه اللي حصل في الفايبرس لير؟ حصل ان الفايبرس لير دي بدل ما فيها كولاجين فايبر بقى فيها ايه؟ كولاجين فايبر دي اتكسرت وحل محلها هايلاين تيشو. حصل هايلاينيزيشن للكولاجين فايبر الموجوده في الفايبرس لير اللي هنا دي، وحل محلها شويه امالجم كده بقى عجينه من البروتين اسمها هايلاين تيشو. الهايلاين تيشو دي عرضه لترسيب الكالسيوم فيها، فالكالسيوم لما بترسب بيدي المنظر الغريب ده، وبتلاقي الطبله بعدها بعد ما يحصل فيها الموضوع ده بقت الطبله ناشفه، ما بقتش بتنقل الصوت زي الطبله اللي ربنا خلقها، بقت ناشفه عامله زي الخشبه، بتبقى عائق لنقل الصوت. ده المره الحاجه اسمها ميرينجوس كلوروزيس، ودي بتبقى دايما اسوشيتد مع الادهيزيف اوتيتس ميديا. الحاجه الثانيه بقى ان انت قبل ما تخش في مرحله الفايبرس تيشو اللي في الميدل اير، ما هو ممكن يحصل مجرد سيمبل اتليكسيس، سيمبل اتليكسيس طبله تشفط لجوه
وتفضل بيرزيستنت ريتراكتد ماشي نتيجه بيرزيستنس نيجاتيف بريشر من غير ما يبقى في ميه طبله في ما يعرف بالريتراكشن بوكت. يعني ايه؟ يعني ممكن جزء بالطبله يتشفت لجوه من غير ما يبقى في ميه خلف الطبله ويفضل الجزء ده مشفوط لجوه طول ما الميدل اير نيجاتيف بريشر ومن غير ما يكون الميه. ده اللي هو يسمى الاتليكسيس. يعني شايفين المنظر الغريب ده؟ ايه المنظر ده؟ ده منظر الودن الشمال برضو. ادي البوستيريور ماليولار فولد، ادي الهاندل هيد، ادي اللاترال بورسوس اوف ميليس، وادي الهاندل اوف ميليس. بص لورا يبقى ده بوستيريور انتيرور سوبيريور انفيرور، يبقى دي ودن شمال. ايه اللي انت شايفه هنا؟ البارزة تنسا بتاعت التمارك ممبرين سيفيرلي ريتراكتد، لازقه على البرومونتري. الابيض ده البرومونتري، الورا ده مكان الراوند ويندو، وده مكان الاوفال ويندو، ودي الستيبز. واضح ان الطبله لازقه على البرومونتري ولازقه على الستيبز، دي الهيد اوف ستيبز، ولازقه على الراوند ويندو، وملزقه الميلياس في الايه، في الميديال وول بتاع الميدل اير. ده مش كده وبس، ده البارز فلاسيد كمان ريتراكتد، وفي كمان اوتر اتيك وول ايروجن، وبدات الايه الاتيك تتكشف هي اخرى. يبقى اللي انا شايفه هنا ايه؟ انا اللي انا شايفه هنا سيفير اتليكسيس. يعني ايه؟ يعني الميدل اير اتشفطت لجوه والطبله اتشفطت لجوه، لكن انا مش شايف ان في ميه ورا الطبله، وفعلا مفيش ميه ورا الطبله. فطول ما هو مفيش ميه ورا الطبله والطبله مشفوطه لجوه اسمها اتليكسيس. طيب وهي الاتليكسيس الفرق بينها وبين الاديز بتاعت ميديا ان الاتليكسيس مفيش فايبرس تيشو، وبالتالي هي ريكفرابل. يعني مجرد ما النيجاتيف بريشر يتصلح ممكن الدرام ترجع تاني، لكن الاديز بتاعت ميديا لا، ده في ادهيجن، ده في فايبرس تيشو. الميه اللي كانت خلف الطبله اللي احنا قلنا عليها الانترتمبرانيك فلويد اختفت وحل محلها فايبرس باند شد الطبله لجوه ومؤثره على حركه الاوسيكلز. هي دي بقى الاديز اوتيتس ميديا، دي بقى بتبقى اير ريكفرابل. يعني مهما تعالج في الميدل اير بريجر ومهما تصلح النيزوفارينجيال اوبستراكشن الستيكن تيوب اوبستراكشن مش هترجع تاني، تمام؟ فهي دي ببساطه الاديز اوتيتس ميديا. الاديز اوتيتس ميديا معناها فايبرس تيشو في الميدل اير. نتيجه ايه؟ نتيجه اشهر سبب ليها والسبب الثاني ده النونسابيورتيف، ان حصل اورجانيزيشن، الميه اللي خلف الطبله وتحولت لفايبرس تيشو شدت الطبله لجوه. بس ممكن قبل ما تخش في مرحله الاورجانيزيشن والاديجن دي ممكن تبقى مجرد سمبل اتليكسيس، طبله مشفوطه لجوه ومفيش ميه ورا الطبله ولا في فايبرس تيشو ورا الطبله، هي مجرد ريتراكشن بوكت عاديه. ودايما سواء الاتليكسيس او الاديجن بيبقى اشيشيت ليهم حاجه اسمها مايرينجوس كلور. شايفين الابيض ده والابيض ده اللي على الطبله؟ الابيض اللي على الطبله ده عباره عن كالسيوم مترسب في الفايبرس لاير بتاعت التمبانيك ممبرين نتيجه هايلاينيزيشن وديستراكشن اوف ذا فايبرس لاير اوف ذا تمبانيك ممبرين، فحصل فيها ترسب للكالسيوم فعملت مايرينجوس كلوروزس والطبله بقت صلبه ما بقتش بتنقل الصوت زي النورمال تمبانيك ممبرين. عينين الاديزو بتاعت ميديا دول بيشتكوا من ايه؟ احنا بيشتكوا من ودنه. بيشتكوا من ودنه يعني ايه؟ لا بين، لا ديفنس، لا تينيتس، لا ديشارج. هل هنا في بين؟ لا طبعا ما فيش بين. هل هنا في ديشارج؟ ما فيش ديشارج، لان على فكره الطبله سليمه، هي ريتراكتد بس سليمه مش مخرومه، فما فيش ديشارج وما فيش بين، لان المرض ما فيش فيه بص ولا في حاجه بتقعد تاكل في العظم ولا حاجه وما فيش بين. امال انا بشتكي؟ ما بشتكيش من ديفنس وتينتس وبس، ما بيسمعش بالودن دي. طب ما بيسمعش ليه؟ عشان الطبله ثابته ما بتتحركش. ما بتتحركش ليه؟ عشان الفايبرس تيشو اللي شداها، تمام؟ ونتيجه الفايبرس تيشو برضه بتاثر على حركه الاوسكل. الساينز اللي هتشوفها في العيان، هتشوف الثلاث حاجات دول. اخش بالاوتوسكوب هلاقي في مايرينجوس كلورس، لا اما تليكسس، لا اما ادهيشن. ده اللي هشوفه بلوتوسكوب، واعمل له اختبار بالشكر ان انا الاقي عنده كوندكتيف هيرنج لوس. ببساطه كده يبقى بلوتوسكوب هلاقي الحاجات الثلاث حاجات دول، وبالشكر ان انا الاقي عنده كوندكتيف ديفنس. ايه الثلاث حاجات دول؟ اول حاجه هلاقي في بطش بيضاء زي الطباشير شوكي باتشز اسمها مايرينجوس كلوروزيس، وهلاقي في درام ريتراكتد ومكونه ريتراكشن بوكيت في اللي هي مرحله الاتليكسيس، او الاقي فايبرس بانتس عامله كومبليتلي ادهيرنس لبرز تنسى لازقاها على البرومونتري. يبقى احنا كده في مرحله الاديزف اوتيتس ميديا. وخلي بالك من حاجه، سواء في مرحله الاتليكسيس او مرحله الادهيجن الاثنين دول بيبقوا، وحتى في مرحله المارينجوس كلوروزيس الثلاثه دول بيبقوا عندهم الطبله فيها ليميتد موبيلتي باي سيجل سبيكلم. لو عملت اختبار الموبيلتي بالسيجل سبيكلم هيطلع مفيش موبيلتي، تمام؟ الانفستيجيشن بتاع العينين دول اكيد تتوقع الانفستيجيشن هنا، هل هي اشعه ولا معمل؟ لا دي ولا دي. اكيد هعمل له ايه؟ هعمل له اختبار سمع زي ما احنا متعودين، هعمل له فانكشنال انفستيجيشن ايديولوجيكال اسيسمنت سواء بالبيور تونوديومتري او بالتمبانوجرام. البيور تونوديومتري في كونتاكت فيرنج لوس. طب التمبانومتري انا ما قلتش النتيجه بتاعته ليه؟ لانها صراحه فاريبل. لو هي لسه في مرحله الاتليكسيس هتبقى تايب اي سي، فاكر الاي سي اللي هو نتيجه النيجاتيف بريشر بيبقى اي سي.
لو هو في مرحلة الأديزيف وتايتس ميديا هيدي منظر الفلات كيرف بتاع السكريتوري، بس في حاجة اسمها هاي فيزيكال فوليوم، يعني حجم الهواء اللي في الاكسترنال اوديتري كانال كبير، لان الطبلة مشفوطة لجوه، فكل الهواء اللي كان في الميدل اير اصبح مع نفس الفوليوم بتاعت الهواء اللي في الاكسترنال اوديتري كانال. مش عليك الحتة دي ماشي، بس الشاهد ان الاثليكسس بتبقى تايب اي سي والاديزيف بتبقى غالبا تايب بي ماشي. لو انت عاوز تكتب تفاصيل اكتر، العلاج، العلاج الاول الوقاية خير من العلاج. الوقاية هنا يعني الوقاية، ما احنا قلنا اشهر سبب ليها ان النان سبيروتس ميديا تقلب على ادهيزف. طب تعالج يا عم، بتقلب على ادهيزف مش كنت تعالج الاول لسه سكريتوريتس ميديا؟ كان علاجها بيبقى اسهل من الادهيزف. الادهيزف علاجه صعب جدا، هنتكلم دلوقتي اهو. اما بقى لو العيان دخل في مرحلة الادهيزف، ففي ناس بيقولوا يعني عيان زي ده هتعمل عملية ليه؟ على فكره العينين دول بيودانهم ناشفه، ما بيشكيش من ودنه كصديد ولا بالم، هو بيشكي بالسمع. طب خلاص يا عم، ركب له سماعه في عيان زي ده، ركب له سماعه ليه؟ لانك عشان ترجع الدرام نورمال صعب قوي، صعب ما ترجع، احتمال تسوء الحاله. يعني لو انت جيت حاولت ترجع الدرام ورجعت كل الدرام وسبت حته الدرام ما رجعتش وبنيت درام جديده فوق حته الدرام اللي جوه، يعني معنى صح سبت شويه ابسيليال تيشو لازين على البرومونتري، فاصبح الابسيليا تجري جوه الميدل اير، يبقى انت عملت ارتفيشال كوليستياتوما، دخلت ابسيليا من جوه الميدل اير ارتفيشال صناعيا ياتروجينيك. فخلاص الكلام ان العمليات اللي هنا دي مش سهله وممكن تخطر، ممكن تؤدي لنتائج اسوا. فبالتالي الناس كتير جدا بتفضل الهيرنج ايد في الاديزيف وتايتس ميديا. ولو هتعمله سيرجري، لو انت حظك حلو والعيان لسه في مرحله الاتليكسيس، مجرد ما تركب له فنتيليشن تيوب هيخف. وغالبا بنستخدم التي تيوب ليه؟ لان العينين دول بيبقوا لونج ستاندنج، يعني ايه مرض بيقعد بالسنين، مش جرامت مش هتنفع معاه، دايما بنستخدم التي تيوب. واما لو هو في مرحله الاديزف زي ده، فده محتاج بقى انك ايه، لو انت عايز تعمل عمليه ومش عايز تركب له سماعه، تخش ميدل اير تعمل اكسبلوريشن للميدل اير وتشيل كل الفايبرس تيشو اللي موجوده في الميدل اير، وتشيل الاولد درام كمان. على فكره بتشال طبله اللي لازقه على البرومونتري دي، بتشال وتعمل جرافتنج لتمالك ممبرين جديده وتعمل ميدل اير جديده، تعيد تشكيل الميدل اير اسمها تمبانوبلاستي. تمبانوبلاستي معناها اعاده بناء الميدل اير. ده بالنسبه للاديزيف وتايتس ميديا. الاديزيف وتايتس ميديا الوقايه خيرا من العلاج. السماعه اوبشن كويس جدا، لان العيان مشكلته سمع، خلاص لابس سماعه. الى عمليه لو هو في الاتليكسيس هيجيب التيتيوب، لو هو في الاديزيف مش هينفع معاه غير انك تعمله ميدل اير جديده او تمبانو بلاستي. في عندك درس غبي كده اسمه كرونيك سبيسيفيك اوتيتس ميديا، اللي هو التي بي والسيفلس. الاول السيفلس ده لا يوم ما بيضرب اصلا ما عادش فيه سيفلس، بس اذا كان السيفلس هتضرب الودان هتضرب الانر اير مش هتضرب الميدل اير، فايه في سيفلس اوتيتس ميديا فيري رير. تي بي اوتيتس ميديا انا مش عايزك تحفظ تعرف عنها حاجه غير كلمه مالتيبل بيرفوريشن، انها مميزه بمالتيبل بيرفوريشن. وطبعا التي بي اوتيتس ميديا از فيري رير، لان التي بي يوم ما هيجي في اللانج، والتي بي في اللانج نفسه بقى رير، فبالك بقى بالتي بي في الميدل اير. بس العلامه اللي كانت مميزه ليه كانت حاجه اسمها مالتيبل بيرفوريشن. فالكلمتين الحمر دول بس اللي انا عاوزك تعرفهم عن كل حاجه، التي بي اوتيتس ميديا مالتيبل بيرفوريشن، سيفلس اوتيتس ميديا اصلا ما فيش سيفلس اوتيتس ميديا، سيفلس دايما بيضرب الانر اير.